ولنقاش الملف الأمني وانفلات الميليشيات في العراق باستهداف التحالف الدولي. قبيل الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات وتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي. أهلا بكم سيادة العميد. حياكم الله وبياكم يا سهلا. بعد تأكيد مصادر أمنية انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا تابعا للتحالف الدولي في ذي قار، كيف يفسر تزايد استهداف الميليشيات لقوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية مؤخرا؟ أختي الكريمة، هذه الهجمات الميليشياوية من الناحية العسكرية والأمنية تتصف بالاستمرارية والمناطقية، وأقصد هنا بالمناطقية أنها تكررت في ذات المناطق، ومن هنا فقد فقدت هذه الهجمات مبدأ المباغتة اللي هو العنصر المهم في هكذا هجمات، والتي يفترض من الجهة المتضررة وهي قوات التحالف الدولي أن تستفيد من هذا لتحقيق المبادئة في إحباط وتدمير المهاجمين، ولكن هذا لم ولن يتم. فهناك استراتيجية أمريكية جديدة في العراق واليمن، وهي سعي إدارة بايدن إلى تمكين الميليشيات شعبياً من خلال إلباسها ثوب المقاومة، الحرباء التي تغير لونها بحسب الظرف السائد والمكان الذي تتواجد فيه. جميعنا يعرف أن أمريكا هي من ساعدت على أملشة المؤسسات العراقية وفي مقدمتها المؤسستين العسكرية والأمنية، وهي من هيئت الجغرافيا ميدانيا لهذه الميليشيات تنشطر وتتكاثر. بل يعقل بأن أمريكا وإمكانياتها العالية لا تعرف هوية هذه المجاميع التي تهاجم قوافلها اللوجستية، إذن هنالك استراتيجية جديدة وهي تغويل وتعظيم شأن هذه الميليشيات في العراق. كيف يمكن تقييم موقف الكاظمي الذي تعهد مرارا بحصر السلاح بيد الدولة خلال هذه العمليات المتكررة من قبل الميليشيات؟ الكاظمي رجل إعلام، ولذلك هو دائما يصرح ويوعد ولكن لا يستطيع أن يفعل شيء، فهو خالي الأدوات. ومن هنا فالكاظمي وما سبقه لا يستطيع حصر السلاح بيد الدولة، بل الدول تم حصر الدولة بيد السلاح الميليشياوي، وما يتكلمون عنه من مجاميع خارجة عن القانون هنا وهناك هذا غير صحيح. فمن يتحرك هو السلاح تحت سلطة الحكومة، لأنه لا يمكن أن تسمح أي دولة ذات سيادة أن تتواجد فيها هكذا ميليشيات وهكذا زعامات إرهابية تتحرك علنا وتستهدف هذا وذاك. بتزامن مع الحوار الاستراتيجي الذي ينتظر أن يعقد بين بغداد وواشنطن في 7 نيسان المقبل، كيف يمكن قراءة الموقف الأمريكي من الكاظمي بعد تكرر عمليات استهداف المصالح الأمريكية في العراق؟ مفهوم الحوار الاستراتيجي أو الاتفاقيات تجرى وتبرم بين الدول ذات السيادة الكاملة، والعراق منذ عام 2003 سلبت سيادته واشتثت دولته، وحقيقة ما جرى وسيجري تحت عناوين الحوارات والاتفاقيات هي عبارة عن شروط وقرارات أمريكية تقرأ وتفرض على سلطة المنطقة الخضراء، ويتم إخراجها بأسلوب مسرحي يراد منه إرسال إشارات لدول المنطقة بأن العراق عاد كدولة مستقلة يجب التعامل معه، لأنه هنالك ثابت في العراق لا يمكن تجاهله، وهو أن العراق لا يزال محتل أمريكيا بتوظيف إيراني وبأدوات محلية ميليشياوية، وأمريكا جاءت للعراق للاحتلال والبقاء فيه. إذن لا توجد هنالك حوارات ولا اتفاق، بل هي شروط مسبقة تفرض على ما تسمى بسلطة المنطقة الخضراء. في هذا السياق، إلى أي مدى تظن أن الولايات المتحدة الأمريكية راهنت على الشخص الخطأ بإتاحة الفرصة للكاظمي لوقف انتهاكات الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة والحد من نفوذ هذه الميليشيات الموالية لإيران؟ أمريكا عمرها لن تراهن على شخصية معينة، بل هي توظف أدوات بحسب الحدث الموجود. فهي غيرت، ابتدأت من الحكومات الأولية للاحتلال إلى أن وصلت إلى حكومة الكاظمي، فتوظف هذا الجانب حسب ما ترتئي مصلحتها. لذلك يعني لو رجعنا إلى حوارات الحوار الذي المزمع إجراءه في 7 نيسان القادم، أهم فقرة فيه
هو بحث الأمن والإرهاب، وهذه المادة لا تحتاج إلى حوار أو شخصية كما يدعون كشخصية الكاظمي. فهناك قاعدة أمنية تقول إذا أردت أن تتعرف على المجرم الحقيقي تبحث عن المستفيد من الجريمة، ولكن إذا قرأنا هذه القاعدة جيدا سنرى أن المستفيد من كل ما يحدث في العراق هو أمريكا وإيران وميليشيات. لذلك ما يوجد في العراق ليس محدد بشخصية الكاظمي، فأمريكا تصنع الأفخاخ وإيران تنصبها، واستطيع أن أسمي هذا التخادم بالإرهاب المزدوج الشاذ. شكرا جزيلا لكم العميد الركن خليل طائي، مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية، حدثتنا عبر الهاتف من بغداد.